هذه المره ممكن فيه شيء ايجابي وفيه شيء سلبي. الشيء الايجابي هو انه شفنا البعض تقدموا، شيء ممتاز كل واحد يتقدم اذا كانت تتوفر فيه الشروط. اذا كان ونزيد ناكد على هذه النقطه، اذا كانت تتوفر فيه الشروط عينه، يعني ما توفر فيه الشروط ما تتقدمش. وبالتالي اليوم شفنا انه فيه انفتاح بالنسبه للاتحاديه، فيه يعني اسماء تقدمت، فيه تاجيل اكيد ربما يعطي فرصه لاسماء اخرى، اسم او اسماء اخرى، نركز لك على هذه هكذا باش ممكن نزيد يعني نعطي فرصه اكثر للاختيار الانسب، للاختيار الانسب. فهذا انا نظن يعني من يوم 13 يعني نهايه الترشيحات راح تكون القائمه يعني موسعه، ويكونوا انا نظن في بالي يكونوا شخصيات اخرى اللي يخليونا نكونوا مرتاحين. وفي هذا الصدد بدون شك انا راني متيقن انه اليوم ما فيش تعيين مباشر، ممكن تعيين بطريقه مباشره غير مباشره، عفوا توجيه، ماهوش تعيين، توجيه هكذا، توجيه الانسب، هذا هو. انا نظن رايحين نمشيو في هذا الطرح. انا ما نشوفش، انا صحافي، انا مقدم برامج، اللي يجي مرحبا يعمل في اطار ايجابي، نقولوا تبارك الله ونفرحوا. لماذا؟ لانه هذه بلادنا وهذه اتحاديه تاعنا، لانه حنايا انت وانا، حنايا رانا من عائله رياضيه، ما تنساش. اذا كان عملت الاتحاديه بجد حنا نفرحوا، اذا كان ما عملتش بجد دونك انا ماني مع حتى واحد. انا يعني كاعلامي وكصحفي اللي نقدم ونخبر ونعطي المعلومه اذا كان فيها هذيك المعلومه كانت ايجابيه او سلبيه. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.